مشاهدي قناة الحوار التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامج الحوار الاقتصادي. كما كل بداية حصة نخصصوها لأهم المقالات الواردة بالصحف والمجلات ذات الصبغة الاقتصادية لهذا الأسبوع الأخير. الصحيفة الاقتصادية ليكو جورنال تناولت ضمن رؤوس أقلام بعض الأخبار الاقتصادية في البلاد، كما عودة توزيع الماء الصالح للشراب إلى النسق العادي في المناطق اللي سجلت اضطرابات في هذا المجال، وتحسن نوعية التوزيع في المناطق العليا من السويسي وشربان، وكذلك في الطوابق العليا من العمارات الكائنة بولاية صفاقس. من زاوية أخرى، تناولت الجريدة بالذكر 10 مشاريع ذات أولوية أعلنت على انطلاقها الحكومة لدفع الاقتصاد، وهي مشاريع متعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية ودعم المعاملات الإلكترونية ومراجعة آليات التشغيل، وكذلك تدعيم أنظمة المتابعة والتقييم والجودة في قطاع الصحة والتعليم، ودعم النفاذ إلى المعلومات ذات الصلة بإعداد الميزانية والتدقيق ومراقبة التصرف داخل البنوك العمومية. وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أعلنت على أن 6 وحدات صناعية وخدماتية بدأت نشاطها بولاية بن عروس بحجم استثمار عام يناهز 15 مليون دينار، وبإمكانية توفير لأكثر من 150 موطن شغل. ولتحسين خدمات النقل، تسلمت شركة نقل تونس هذا الاثنين أول دفعة مترو خفيف من نوع سيتاديس من بين 16 قاطرة المنتظرة خلال الفترة القادمة. أما الدفعة الثانية فإن تسليمها باش يكون خلال شهر نوفمبر 2012، والبقية انطلاقا من جانفي 2013 بحساب قاطرتين في كل شهر، وتقدر قيمة هذه الطلبية 40.9 مليون دينار. مجلة الإيكونوميست مغربا أجرت حوار مع السيد مهدي محجوب، الرئيس المدير العام لشركة سيتي كارز اللي تسوق للسيارات من نوع كيا. من خلال الحوار أشار رئيس المدير العام إلى أن سيتي كارز تضرت من أحداث 14 جانفي بعد تعرض 714 سيارة للحرق والسرقة وفقدان 80 سيارة أخرى. هالأضرار انجر عليها تجميد حسابات الشركة بأربع بنوك ما عدا البنك الوطني الفلاحي اللي تتعامل معه حاليا الشركة بنسبة 90% من معاملاتها وبصفة مبجلة. شركة سيتي كارز واجهت كذلك منافسة مجمعات أخرى لها اللي حاولت جلب علامة كيا وإجبار المزود على فسخ العقد مع الشركة المتضرة، هذا بالإضافة إلى تهرب شركات التأمين من التزاماتها وخضوع الشركة إلى مراجعة جبائية انتهت بتوظيف مبلغ 137 ألف دينار تم الحط منه إلى 77 ألف دينار. هالصعوبات نجحت سيتي كارز في تجاوزها بعد ترشيد التصرف بإرجاء المشاريع الكبرى ودعم المشاريع ذات الأولوية كما نقاط البيع الجديدة. الشركة تحتل اليوم نصيب متواضع من السوق يناهز 15%، ولكنه ما يعكسش قدرتها الحقيقية اللي هي في نسق تصاعدي بعد تجديد المزود كيا لثقته في الشركة وتوجيهه لرسالة شكر لها. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا في برنامج الحوار الاقتصادي. حصتنا اليوم باش نخصوها لسياحة العبور، هذا النوع الجديد من السياحة اللي يعرفه المواطن التونسي بما يعرف ب لي كروازيير او لو توريزم دو كروازيير. سياحة العبور خلال السنة الأخيرة على الأقل ساهمت في انتشال الموسم السياحي من الأزمة اللي تعدى بها على إثر ثورة 14 جانفي. لمزيد توضيح هذا النوع من السياحة ومدى تأثيره على القطاع السياحي بصفة خاصة، ولكن كذلك على الحياة الاقتصادية بصفة عامة، يحضر معنا السيد محمد الجربي وهو المندوب الجهوي للسياحة لتونس الكبرى. مرحبا بك سي محمد. مرحبا، شكرا لك على قبول لك الدعوة. سي محمد، سياحة العبور كلمة جديدة، مصطلح جديد، سياحة جديدة، أم هو سياحة قديمة ولكن مش معروفة في تونس بما فيه الكفاية، أو جديدة على القطاع السياحي التونسي؟ كان تتولى تقديم هذا النوع من السياحة سياحة العبور؟ شكرا على الاستضافة، وهي فرصة الحقيقة باش نعطي بسطة حول هذه سياحة العبور أو سياحة البواخر السياحية، أو في الحقيقة حنا نقولوا توريزم دو كروازير، حتى لأن المشاهد يعني كي تقول له توريزم دو كروازير يفهمها أحسن. السياحة هذه هي في الحقيقة كانت موجودة في تونس منذ سنوات، لأنها كانت متركزة أكثر في ميناء حلق الواد. ميناء حلق الواد اللي كان في الوقت السابق كان هو ميناء تجاري وميناء سياحي في نفس الوقت، ولكن في ذلك الوقت كان يستقبل بعض البواخر
نتاع توريزم دو كروازيير. لكن مع مرور السنوات تطور شوي هذا النشاط إلى درجة أن السلطة في ميناء حلق الواد رأت الضرورة لفصل هذا الميناء إلى قسمين اثنين. قسم اللي هو اللي احنا نسميوه معناه لو توريزم معناها نتاع المسافرين. وفما قسم اخر اللي حطوه هذا للبواخر السياحيه لو ترمو دو كروازيير. واليوم اصبح ميناء حلق الواد من اجمل الموانئ في البحر الابيض المتوسط خاصه من ناحيه التوريزم دو كروازيير، لانه هذا الميناء وقع توسيعه اليوم تقريبا فما 1000 متر طول هذا الرصيف. واليوم أصبحنا نستقبل بواخر سياحية عملاقة توصل طول متاحة تقريب 330 متر وتتسع إلى حوالي 4000 من المسافرين. إذن وقت لتطور هذا أصبح التوريزم دو كروازيير أصبح يفرض نفسه على الساحة السياحية بالنسبة لتونس العاصمة على الأقل، وعلى الساحة الاقتصادية والتجارية باعتبار أن البواخر هذه معناها عندها إشعاع وتأثير مباشر على الحركة الاقتصادية والتجارية في دون. اليوم أصبح توريزم دو كروازيير نجم نسميه أنه سياحة معاضدة للسياحة التقليدية لسياحة الإقامة اللي موجودة هي في تونس. في نزل. احنا سي محمد بعد البسطة هذية حول مصطلح سياحة العبور، بتبيع عنا كما كنت تقول ميناء حلق الواد اللي جزء منه مخصص لسياحة العبور، مشينا زرنا ميناء حلق الواد وشفنا يعني وصول الباخرات يعني في بعض الرحلات وخاصة رحلات يوم الأربعاء اللي هي يعني أكثر يوم أن يستقبل فيه ميناء حلق الواد بواخر، يعني سمعنا أنه ميناء حلق الواد يستقبل بواخر على طول الأسبوع ما عدا ربما نهاية الأسبوع يعني يوميا. فتوجهنا إلى ميناء حلق الواد وكان هذا التقرير اللي اخترناه لكم باش تتمكنوا من خلاله أنكم تتعرفوا أكثر على هذا النوع من السياحة. ثم لنا عودة مع الحوار مع السيد محمد الجربي. مشاهدة طيبة. سبعة متاع الصباح احنا تو في ميناء حلق الواد، من الستة متاع الصباح وصلوا البواخر السياحية وبدا خروج السواح من الميناء، جو كبير يستنى فيهم في وسط القرية السياحية، نواكبوه مع بعضنا ونشوفوا بقية الإجراءات حتى خروجهم من الميناء لزيارة المواقع الأثرية في تونس العاصمة. هوني عنا السياح بداوا يوصلوا والخروج متاعهم هو مكان يعني مخصص للسياح الأجانب فقط من ميناء حلق الواد حسب الأرقام اللي يحملوها واللي هي تتعلق بالحافلات المخصصة لهم واللي باش تتولى إقالتهم إلى المواقع الأثرية في تونس المدينة حسب اللغة اللي يتكلموها واللغة اللي يتقنها دليل السياحي. Good morning. Good morning. Welcome in Tunisia. Thank you. Did you have a very nice boat trip? Yeah, it was really nice, really beautiful. How do you expect that your trip in Tunisia during this day will be? I think it will be hot and a lot of colors and a lot of people, and we will experience it. I want to ask you if you are planning to be here again for a holiday, or did you choose only a boat trip? Why did you choose it? Because it was part of the boat trip, and we liked the boat trip. So if you were supposed to visit Tunisia, only Tunisia, would you? Maybe in the future, we will see. Welcome again. Okay, thank you very much. رغم أنه ساعة بكرة في الصباح إلا أنه الأجواء هنا أجواء سخونة برشا كما الطقس متاع اليوم، استقبال كبير ينتظر في السياح مع فريق من العزف الفولكلوري. We'll be right back.
كلمة في حق الفريق الفولكلوري. الفريق الفولكلوري موجود كل يوم، خاطر احنا كل يوم عندنا باخرة، نهار الاثنين عندنا اثنين ونهار ثلاثة عندنا اثنين، وفي سير الأيام الأخرين عندنا باخرة تجي 6 متاع الصباح وتقعد حتى 5 ولا متاع العشية. قبل كانوا يجوا يقعدوا نص نهار، أما الحمد لله توا معناها ميناء حق الوالد تعرف، وتونس تعرفت أكثر، ولقاو الأماكن اللي السائح ينجم يزورها، قرروا باش يولوا يقعدوا نهار كامل على أساس السائح ينجم يتفسح بالكدا. بالنسبة للفريق الفولكلور هذا موجودين في كل وقت، والسائح كي يهبط من الباخرة ما يلقاش الدنيا ساكتة، يحسسهم بالاستقبال الحار وبالتونسي اللي يفرح بالضيف، واحنا نفرحوا بالضيف متاعنا الكل. ما شفتش في مواني اخرين الاستقبال هذا، استقبال تونسي 100%، تونسي 100%، والسائح يبدا فرحان ديجا معناها هو مليحت من الباخره يبدا فرحان، وكيف يرجعوا يشريوا شويه من الاسواق ومشيو من الصناعات التقليديه. الباخره هذه اسمها فانتازيا، تابعه لشركه ام اس سي الايطاليه. البواخر اللي تحط على ميناء حلق الواد هي في معظمها بواخر أجنبية، يكون مكان الانطلاق متاعها من مواني عالمية يعني في أوروبا بالخصوص، وتحط من بين المحطات اللي تحط فيها محطة ميناء حلق الواد. معنا السيدة لوانا، هي ممثلة شركة ام اس سي صاحبة الباخرة الإيطالية واللي تمثل شركتها اليوم في ميناء حلق الواد. سألناها على السبب اللي خلى شركة ام اس سي تختار تونس كمحطة عبور من بين المحطات المخصصة لرحلات المسافرين، وهذه كانت إجابتها. Well, Tunisia is a wonderful country with an exotic place with a wonderful people. Our guests enjoy very much, as you could see all the guests, they are going in excursions, they cannot wait to know your country. It's a lovely place, so of course everybody wants to know this exotic. Are your tourists generally satisfied with the services here that they receive, with people, with the company in general, and with that institution too? Yes, we are very satisfied. Look, your people, they are so nice. They are singing. Since they go out of the ship, our guests, they are very happy. Yes, they look very happy here. هوني عنا مختلف الشبابيك المخصصة للختم النهائي قبل الخروج، الشبابيك متعدة باش ما يتعطلوش السياح، والإجراءات تتم على غرار الإجراءات اللي تم في المطارات من مراقبة الهوية متاع السواح. هوني الموقع المخصص للحافلات اللي مقسمة حسب اللغات اللي يتكلمها السواح لمزيد ولا للعناية يعني نقلهم وبنقلهم وبإرشادهم حسب المواقع الأثرية اللي هما باش يمشيوا يزوروها. سيسليم بن جبلة هو وكيل الأسفار المسؤول على الحافلات وتوزيعها وتأمين نقل السياح. مرحبا بك سيسليم. وبيك عايش. خدمة كبيرة صباح بكري في ميناء حلق الواد. احنا كل بريسك 5 ايام في الجمعه موجودين في ميناء حلق الواد. كما نشوفوا سيسليم برشا حافلات، ولكن العدد نتاع السياح اكثر برشا، 4800 سائح بالنسبه للباخره هذه فقط. كيفاش تنجم الحافلات هذه كل تامن نقل جميع السياح اللي وصلوا اليوم على الاقل؟ احنا نهزوا 50%، لانه فما 50% اللي يخرجوا في التاكسيات باش الناس كل تسترزق بيان سور، فما اللي يخرجوا ليبر، فما اللي يقعدوا في الباخره. احنا لامواتي قاعدين يخرجوا اون اكسكورسيون على مدار تونس الكل، دونك عدد فما 6 انواع نتاع رحلات. شنو درجه رضا السائح الاجنبي على الخدمه يعني نتاع الحافله، طريقه تامين النقل، المرشد السياحي والوضع يعني نتاع الحافله في حد ذاتها؟ الحافلة أكثر، البارك تبارك الله جديد متاعنا تونس تحسن بالكدا بارابور أوزاني باسي، وبالنسبة للدليل السياحي عندنا من أقوى حرفاء، من أقوى أدلة سياحيين في الميديتراني، يعني هذا بشهادة الارماتور معناتها صاحب الباخرة، يعني عندنا ناس عندهم ثقافة كبيرة وتبارك الله قارين. بونجور مدام غيناتا. وي سي موا بونجور. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quel est votre rôle pour l'excursion?
Je suis la responsable des bureaux des excursions. Nous organisons tous les jours pour chaque porte excursions différentes. Aujourd'hui en Tunis, nous avons fait 1700 passagers dans tous les tours des demi-journées et de toute la journée. Et les passagers en retournent contents parce que le guide il est très professionnel et l'organisation ici c'est très bien. سي الحبيب اللجمي هو دليل سياحي تابع وراجع بالنظر للديوان الوطني للسياحة خدمة منذ سنين باش احكي عليها شوية. سي الحبيب عسلامة. أهلا وسهلا مرحبا. قداش عندك تخدم كدليل سياحي في ميناء حلق الواد؟ في حلق الواد عندي بتاتر 10 سنين. وفي المهنة؟ في المهنة من عام 64. شنو خصوصيات مهنة الدليل السياحي؟ الدليل السياحي يزم يكون ملم بجميع الجهات تاع تونس، يلزم يجاوب على جميع الأسئلة، لكن عنده معناها خبرة في التاريخ، في الأثار، في السياسة، في كل الميادين الكل. تحاولوا اطلاع السائح على المستجدات الجديدة حتى في البلاد اللي صايرة في البلاد. سير اكتواليزاسيون يلزم كنا ملمين بالتغييرات، هم يحبونا برشا لكن يلزمهم شويه استقرار ويلزم شويه نظافه نتاع البلاد ويلزم احنا حشمانين راهو وقت اللي نعديهم بحذا زبل والواحد حشمانين برشا ما نجموش نفسروا فريمون علاش بلادنا مسخه وهذه عار علينا لانه السائح وقت اللي يجي لبلاد ويشوف فيها زبله عنده فكره اخرى. توا ميناء حلق الويد بالتهيئه نتاعو جديده هذيا كيفاش ساهم في تطوير مهنه الدليل السياحي وفي سياحه العبور بصفه عامه؟ والله هو الحقيقة أنا خدمت في الميناء قبل وتوا معناها منظم أكثر والسواح وقت اللي يجيوا يقولوا أحسن ميناء نشوفوه في لي بوان دو لي زيسكال نتاعهم في المتوسط فهمت هذا فخر لينا احنا ويلزمنا نحافظوا عليه عندنا نخل بداو يموتوا ما نعرفش أقنع عيناي بهم تفضل النخل اللي هما ميتين نقص معناها اعتناء بهم وهذا شيء أسف جدا. مقترحات أخرى لتحسين الميناء عندك شيء؟ لتحسين الميناء هو الاستقبال وبرا تحسين يلزم الاستقبال يكون ديما متوازن ديما باهي خاطر السائح راهو وقت اللي يخلط أول حاجة يشوفها الاستقبال ومن بعد يجي لسويت كل شيء متكامل راهو كل شيء متكامل. سي محمد هو سائق حافلة رقم 37 هو توا يستنى في السواح اللي باش يقلهم في الحافلة متاعو وباش يحكي لنا على تجربته في مجال السياحة وخاصة سياحة العبور. مرحبا سي محمد. مرحبا عايشك وبيك. وقتاش بديت الخدمة سي محمد؟ عندي حكاية 10 سنين في الميدان. باش تعدي نهارك بصفة عامة؟ والله أنت ونوع الرحلة تختلف الرحلة من بلاصة لبلاصة مثلا اليوم عندنا كولور دو سوق رحلة اسمها كولور دو سوق يعني وقت واحد ومكان واحد هكا هو. بالنسبة اليوم ورحلات أخرين تختلف من الباردو لسيدي بوسعيد كارتاج احنا ونوع الرحلة المباعة. Bonjour. Bienvenue en Tunisie. Merci. Est-ce que vous avez choisi la Tunisie parmi les destinations d'escale dans le cadre de cette excursion ou bien c'est plutôt le hasard et vous avez choisi plutôt un package de plusieurs pays? J'ai choisi plusieurs pays mais je voulais la Tunisie dedans. Pour quelle raison exactement? Parce que je ne connais pas la Tunisie, je voulais le connaître. Est-ce que vous pensez qu'une réussite de cette journée dans le cadre d'un petit tour dans la ville de Tunis pourrait vous encourager plus tard à organiser des vacances, un séjour éventuellement dans un hôtel? Oui, je pense. Bah, alors j'espère que vous allez passer une bonne journée. احنا تو في القرية السياحية في المجال المخصص للمحلات اللي ينجم يقتني منها السائح ذكريات قبل ما يرجع بالباخرة متاعو. سي ماهر هو صاحب احدى المحلات في القرية هذية مخصص للصناعات التقليدية. عسلامة سي ماهر. عسلامة. لشكون موجهة المنتوجات متاعو؟ للسياح طبعا. يعني اللي يمتطيو الحافلات ولا اللي يقعدوا في الباخرة ولا اللي يدوروا؟ لا بالنسبة لي نحن يعني مختصين خاصة للحريف اللي يقعد على الباتو معناتها ما يخرج خارج المدينه السياحيه هذه
شفنا لقطاع الصناعات التقليدية البرة يعني في الأسواق التقليدية خاصة في المدينة العربية مع بعض التحركات يعني الاجتماعية تضرر القطاع. شو الأحوال بالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية في وسط القرية السياحية متاع ميناء حق الويد؟ بالنسبة لنا احنا المهم أنه الحريف يستغل الفرصة باش يقضي حاجة، هذه حاجة الأول. والحريف يعني بصفة عامة اللي يهبط من الباتو، نحن الأولوية أنه هو مش يخرج لبرة. يعني احنا بالنسبة للقرية هذه للحريف اللي يقعد فوق الباتو، معناتها كما يقولوا نحن ما يشريش الاكسكورسيون تاعو. القرية هذه ما عندها حتى تأثير بالتجار اللي لبرا. توا على الباخرة اللي جيت اليوم مثلا متاع MSC فيها 4200 سائح، على 4200 هذوما قديش من سائح يقعد وينجم يدخل للقرية السياحية وينجم يشري من المنتوجات متاع المحلات صناعة تقليدية؟ والله بصفة عامة ثم 85% من السياح اللي يجيوا لتونس يخرجوا لبرا باش يزوروا تونس المدينة سيدي بوسعيد كرتاج. ال 15% يكونوا جاوا قبل لتونس مثلا او يعرفوها او تقام تعبين شويه يقعدوا على الباتو فيستغلوا الفرصه هذه. يعني ثم ريستورونات، ثم قهوي، ثم محلات. وشو ما دير اذا سايح على القريه على طريقه التهيئه نتاعها وعلى حتى الطابع التقليدي نتاعها كيفاش يراه السايح؟ 99.5% اللي تري كونتون تري ساتيسفي. قطاع سياحة العبور كما كنا نشوفه هو أكثر من وصول باخرة سياحية تقل بعض السياح عبر ميناء، هو قطاع يشغل العديد من القطاعات الأخرى ويساهم في دفع الحركة الاقتصادية بالبلاد وفي جلب العملة الصعبة. نلقاو المطاعم، نلقاو الحمامات، سبا، نلقاو وسائل النقل وتحريك نشاط وسائل النقل عبر الحافلات، سيارات الأجرة، نلقاو كذلك التنشيط الثقافي والشبابي وأنشطة أدلة السياح، مجالات كبيرة متعددة ومتداخلة في نهار واحد قرية سياحية كاملة تعمل وتخدم معها برشا قطاعات أخرى. كان هذا ميناء حلق الويد على مدى استقباله لبعض البواخر المتأتية من بلدان أوروبية بالأساس نحو تونس في إطار سياحة العبور. عودة مجددا إلى لقائنا مع السيد محمد الجربي المندوب الجهوي للسياحة بتونس الكبرى حول مسألة سياحة العبور ومدى أهمية هذا النوع من السياحة على القطاع السياحي بصفة خاصة وعلى الاقتصاد التونسي بصفة عامة. سي محمد، كان تفسر لنا أكثر وقت بدينا معناها نحسوا بأهمية سياحة العبور، برشا أقلام كتبت عليها خاصة خلال السنة الأخيرة، كيف كان دور سياحة العبور في انتشال الموسم السياحي التونسي لسنة 2011 وحتى لسنة 2012، وهل ترى أنه باش يتواصل هذا العمل يعني هذا الدور كانتشال لموسم سياحة إقامة فاشل أو كمعاضدة كما كنت تقول قبيلة دائمة ومستديمة للقطاع السياحي ولي سياحة الإقامة بصفة عامة؟ أنا كما قلت في البداية أنه معناها هذا النوع من السياحة بدأ يتطور عبر السنين، وإحنا عندنا سنة مرجعية اللي نرجعوا لها دائما سواء كانت في السياحة التقليدية أو حتى السياحة التوريزم دو كروزير اللي هي سنة 2010، لأنه سنة 2010 هي نجم نسميه سنة الأرقام القياسية في سواء على مستوى القطاع السياحي التقليدي يخلطنا فيه أكثر من 7 ملايين سائح أو على مستوى توريزم دو كروزير. في 2010 فما خلطنا أرقام قياسية أنجزنا في ذلك الوقت تقريب 406 إسكال، يعني 406 محطة بحرية، يعني 406 إسكال تاع بواخر اللي حطوا في ميناء حلق الويد. شنو اللي جابوا لنا هذوما؟ جابوا معهم 895 ألف سائح، يعني بمعدل قديش مساح في كل باخرة؟ والله كما قلت أنا البواخر يعني هي تقريب معناها في الأحجام تختلف، فما اللي هي فيها 4000 وفما اللي تجيب 2500، لكن المجموع كله عندنا 895 ألف سائح اللي هما جاوا على متن هذه البواخر. لكن قول قايل هما كيجيوا إلى ميناء حلق الويد مش هما معناها بكلهم يهبطوا إلى ما إلى يزوروا دون تونس العاصمة، لأنه فما على متن هذه البواخر فما رحلات تباع يقع تسويقها باش يهبطوا إلى تونس العاصمة. إذا عندنا في البواخر هذه كل سنة 2010 عندنا تقريبا حوالي 600 ألف سائح اللي ما هبطوا إلى مدينة تونس، هبطوا يعني في شكل رحلات مبرمجة
ومنظمة من طرف وكالة أسفار. إيش معناه؟ معناه السائح اللي هو مشارك في رحلة ينزل من البابور من الباخرة يلقى وكالة أسفار أو وكالات أسفار تونسية باستقباله، الكيران موجودين، أدلاء السياحين موجودين، وكل سائح يمشي يمتطي حافلة ويمشي في البرنامج اللي هو برنامج معناه معد معناه مسبقا. يدوم البرنامج هذا يوم واحد؟ لا، يدوم نصف يوم. نصف يوم. النصف يوم هذا شنو اللي يزور فيه السائح متاع البواخر؟ يمشي يشوف فيه شارع الحبيب بورقيبة، وبعد يمشي إلى المدينة العتيقة. أين هي فرصة يتطلع على المدينة العتيقة ثم يتسوق منها أو يتبضع بلغة أخرى؟ فرصة يعني لتحريك، أي لتحريك التجار والتجارة. ومن المدينة من المدينة العتيقة يمشي إلى متحف باردو، وبعد متحف باردو يمشي يروح مباشرة إلى الميناء، يعني يرجع إلى المكان. هذا النوع الأول من الرحلات. إذن هي شارع الحبيب بورقيبة، المدينة العتيقة، التسوق، ثم متحف باردو. هناك برنامج ثاني اللي هو يمشي إلى المنطقة الشمالية فقط، اللي هو من حلق الواد، سيدي بوسعيد، كارتاج، ثم يرجع إلى المواقع الأثرية. مواقع، عندما نقول كارتاج يعني متحف كارتاج والمواقع الأثرية لكل مدينة. إذن تشوف أنت أن الرحلات هذه هي رحلات بالأساس ثقافية، المسلك السياحي فيها هو ثقافي، يعني هنا يوريك نوعية السواح اللي يجيوا على متن هذه البواخر، أنهم ناس لا يبحثون عن الشمس، لا يبحثون عن البحر، بل يبحثون على الثقافة وعلى الأصل الأصول وتاريخ البلاد. ولكن احنا نحب معنا نعطيه طعم آخر هذه الرحلات، فنزيدوها شوية الرحلات التسوق في وسط المدينة، طبعا حتى ندور معنا الدولاب شوية بالنسبة للمدينة. إذن معنا هذا دعم، هذا هو الرقم تقريبا في سنة 2010، اللي هو رقم قياسي واللي خلانا وقتها كي شفنا الرقم ذاك خلانا نتساءل ونقول إذا كان ثمها الإقبال بالشكل هذا، لما لا نعمل على تطوير أكثر فأكثر سياحة البواخر؟ وكان البرنامج متاعنا وتقديراته في سنة 2011 أنا نخلطوا إلى مليون سائح باش يجيوا هذوما، ولكن مع انطلاق الثورة التونسية في 14 جانفي ربما الأمور تقلبت، فبمعناه ربما تطور وصلنا إلى تقلص. ورغم ذلك حد التقلص في 2011 ما كانش تقلص معناه ربما كارثي كما كانوا ربما يتصوروا بعض الناس، وصلنا إلى 135 إسكال اللي تعملوا، وكانوا عدد السواح اللي جاءوا على متن البواخر كانوا 313,000، يعني بنقص تقريب 60%. ولكن هذا النقص رغم يعني أهميته هو اللي ساهم في انتشال الموسم السياحي، وخاصة في انتشال أزمة سياحة الإقامة. طبعا طبعا طبعا، لأنه احنا السياحة شنو الأزمة متاحة؟ الأزمة متاحة خاصة على مستوى الاقتصاد وعلى المستوى الدورة التجارية. وقت اللي إذا نتفكر مليح في سنة 2011 جانفي وفيفري ومارس وأفريل ما فماش ولا سائح اللي هو يعني في مدينة تونس. نعم، تصور، وكل معناها التجار وكل المطاعم السياحية ووكالات الأصفار ومعناها والحافلات متاعهم واقفة. في شهر ماي بدينا نستقبله في أول البواخر السياحية، نتصور معناها أنا في الوقت هذاك في ماي وفي جوان وقت اللي بدأوا يجيوا، يعني الابتسامة بدأت تعلو على معناها وجوه الناس، وربدت ترجع شوية الحركية التجارية والاقتصادية في البلاد، والناس بدأت تتنفس، يعني لأنه وقت الجيل الباخر السياحية كل شيء يخدم معها، التاجر يخدم، المعالم الأثرية، المداخيل، لأنه فما معالم معناها معلوم تام مدخول، فما القيود يخدموا، الحافلات السياحية تخدم، يعني المطاعم السياحية في وسط المدينة وين يمشيوا الناس يخدموا كيف كيف، يعني تشوف حركية ودورة كاملة، تأثيرات معنا إيجابية جدا. هذا كان سنة في 2011 اللي هو كملناه تقييم بنقص ب 60%. في سنة 2012 الحقيقة بدينا نسترجع شوية في النسق متاعنا. النسق اللي بديتوا تسترجعوا فيه سي محمد كان بفعل المجهودات يعني السابقة اللي خدمتوا عليها منذ 2010، أم أنه عمل جديد يعني غيرتوا في طريقة العمل، في طريقة يعني اكتساب هؤلاء أصحاب الرحلات، يعني في طريقة جلب أسواح، أم هي نفس الطريقة القديمة ولكن بزوال العائق، يعني العائق الأمن يعني حالة التوتر السياسي، رجعت الأمور إلى نصابها؟ هل هو مجهود إضافي وجديد أم هل هو المجهود السابق يعني وبتحسن الوضع الأمني والسياسي؟ لا، هو كما يقولوا بالفرنسوية
معناه يقول لك توت سيتوياسيون اكسبسيونيل الفو دي ميزور اكسبسيونيل. احنا لان في 2011 هي وضعيه غير عاديه استثنائيه، اذا لابد من اجراءات استثنائيه لان الاجراءات العاديه تكون في الوقت العادي، واحنا 2011 ظرف استثنائي يلزم ناخذ دي ميزور اكسبسيونيل. احنا خذينا ميزور اكسبسيونيل في 2011 حتى نرجعوا سننقذوا، ان نسميها 2011 هو سنه الانقاذ انقذ، وان شاء الله 2012 تكون سنه الانطلاقة لو ديكولاج في سنة 2012. اشنو نذكر لك من اهم ربما الاجراءات الاستثنائية اللي خذيناها؟ اول حاجة عملنا عملية ترويجية خاصة موجهة الى شركات البواخر السياحية، دونك دي اكسيون بروموسيونيل دي اكسيون دو ريلاسيون بوبليك، هذه حاجة الاولى. اش معناه؟ معناه انه اصحاب الشركات هذوما لانهم هما ما عادش عندهم ثقه في الوجهه التونسيه، يقول لك انا باش نجي لتونس بعد الثوره لمده طويله هذا يعني هو يقول لك حكايه الامن ما فماش مستتب، يقول لك يا اخي الظروف معناها الاجتماعيه مش باهيه والكل، جبناهم باش نطمنوا نقول لهم راهي تونس راهو الامن رجع فيها. ولو اليوم واحد يعني نسبة المخاطرة ماهيش كبيرة، يعني كي باش يجي اليوم واحد ينجم يقبل. احنا والله اي احنا والله هذوما كي استدعيناهم من ثلاثة ايام باش يشوفوا باش نعايشوا من ثلاثة ايام معناها الجو موجود في تونس. والاجراء الثاني للعمل هو كان على مستوى الحكومة، لان الحكومة كاملة اعطت اهمية كبرى لهذا القطاع. بفضل ايش؟ بفضل تحسيس من وزير السياحة ووزير التجارة وزير النقل عفوا، لأنه الميناء هو تابع إلى وزارة النقل. إذا وزارة السياحة ووزارة النقل التقينا مع بعضنا وقررنا أن باش نعملوا العملية الترويجية بالاشتراك مع بعضنا، وطبعا بالاشتراك مع أهل المهنة من أصحاب النزل ووكالة الأسفار. الإجراء اللي أخذته الحكومة في 2012 هو لا والإجراء اتخذ في 2011 وطبق في 2012 هو معنى أعطى تعريفات تفاضلية للبواخر اللي يجيوا للميناء، لأنه البواخر كي يجي للميناء فما تاكس باساجي يدفعوها 5 أورو على كل باساجي. الباساجي يهبط لتونس ولا ما يهبط يقعد في وسط البابور يلزم يدفع 5 باساجي. قلنا هذوما الناس ربما اسعار غاليه شويه، لانه الحقيقه لي تاكس باساجي في ميناء حلق الواد هو من اعلى واغلى المعنى الاداءات الموجوده في البحر الابيض المتوسط. قلنا يا اخي يلزم الناس هذوما باش ينجموا يلزم نقصوا شويه في لي تاكس. عملنا معناها تسعيره كامله تفاضليه على مدى السنه. قلنا في جانفي من 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 من, من, من قلنا في معناها الى من من جانفي الى افريل 2012 يعني ما فما الضرائب معفى تماما من الضرائب لدفعك الانطلاقه يعني تاع صح باش اخلي اقل شيء يجيو. ومن بعد قلنا احنا وقت اللي يبداو يجيو من ماي حتى اكتوبر نقصنا لهم 80% معناها من 5 ولا 1 اورو من ديسمبر الى اصبح اورو واحد ماشي ويزيد يعني حتى يسترجع النسق. ايوه يعطيك الصح، لكن هذه الاسعار التفاضليه تمشي الى 2016 الى 2016. كيفاش تمت المصادقه عليها يعني هذه واتخاذ القرار في شانها بطريقه احاديه بجانب الحكومه ام انه اتفاقيه يعني مع لا اتفاقيه مع الشركات مع الشركات لأنه يعني الشركات لانه الشركات فما اون سيرتان ريتيسونس دو روتور دون لا فيل دو تونس. قلنا باش نعملوا المضمون، قلنا احسن شيء هو نعمل لهم اون ريدكسيون تاريفير دي تاكس باساجي. كان بيطلب منهم هما قال لك خفضوا لنا في الاسعار احنا مستعدين باش نرجعوا الى تونس. خفضنا لهم والحمد لله معناها خلال السبع اشهر في 2012 عملنا 144 اسكال، يعني السبع اشهر هذوما عملنا قد عام معناها قد سنه 2011 كل. وكان نقارنوا مع سنه 2010 لا مازلنا نحسوا مازلنا بعاد شويه مازلنا تقريبا في النصف. يعني اذا نواصلوا على نفس النسق هذايا خلال السداسي الثاني فما امكانيه ان نخلطوا لمعدلات 2010؟ لا ما نخلطوش، اما باش نعملوا بحول الله احنا عملنا تقريب 900,000 اما احنا من المبرمجين باش نعملوا تقريبا بين 500,000 و 600,000 بالنسبة لسنة 2012. كان قرنون ب 300,000 على 2011 يعني احنا باش نضاعفوا الرقم ان شاء الله. اما احنا ان شاء الله معنا حسب التوجهات متانا في 2013 يعني السنة القادمة ان شاء الله نخلطوا ممكن الى مستوى 2010 تكون سنة الاستقرار، يعني تكون سنة الاستقرار واسترجاع ربما اكل المؤشرات هذيك حتى نكملوا معنا القدام. اذا حاجتين
بفضل ليزاكسيون بروموسيونيل اللي عملناها معناها في اتجاه الليزارماتور هذوما، بفضل هالتعريفات التفاضلية اللي باش تقعد معناها ماشية إلى 2016 بحول الله إن شاء الله نسترجع النسق العادي للتوريزم دو كروزيير، وهذا طبعا كما قلت لك تأثيره مباشر وحيني على الدورة الاقتصادية والدورة التجارية وحتى على المستوى الاجتماعي كما نقول اجتماعي يعني على التشغيل، لأنه المطاعم السياحية باش تشتغل تولي تخدم الناس، وكالات الأسفار كيف كيف تولي تخدم السواق، القيودة كيف كيف زاد المرشدين السياحيين، يعني دورة كاملة تمشي بفضل هذا هذا القطاع. هذا تقريبا معناه الأرقام متاعنا بالنسبة لسنة 2010 اللي هي سنة مرجعية، 2011 اللي عملنا نقص ب 60%، 2012 ان شاء الله نخلطوا الى مستوى 60% تقريبا، معناها 60% من 2010 من 2010 يعني. ولكن باش تكون 100% زياده 100% بالنسبه لسنه 2011. علاش تو سي محمد نسمعوا كان بالتوريزم دو كروزيير او سياحه العبور في مدينه تونس، والحال انه يعني شريط السياحي نتاعنا يمتد من الشمال الى حتى جزء كبير من الجنوب، علاش ما نسمعوش انه سياحه العبور البواخر هذية ماهوش في مقدورها أنها في إطارها الرحلات السياحية تمتد إلى مدن أخرى، على الأقل مدن قريبة من مدينة تونس، يعني ما تكبدش أصحاب الرحلات يعني مسافة كبيرة للرجوع إلى بلدان الحوض المتوسطي. علاش ما نلقاو كان سياحة العبور كان في مدينة تونس، ما نلقاوهاش في حمامات، ما نلقاوهاش في مدن أخرى في سوسة؟ والله سؤالك وجيه جدا، هو عنا حنا كما قلت انت عنا موانئ أخرى يهمة، عنا ميناء سوس، عنا ميناء جابس، عنا راو الحقيقة هو بعض التجارب متاع الشركات التوريزم دو كروزيير اللي عملوا بعض التجارب في ميناء جابس باش يشوفوا الجنوب التونسي، لكن الحقيقة معناها تجارب يعني قليلة ما هيش كبيرة. وعليش؟ لأنه ربما يقول لك الميناء لا مش هو مش البعد، وإنما هو ربما لأن تونس العاصمة هي تونس تستقطب السواح يعني. هذا أكثر ما نهم جدا. إذن احنا إذا كان نحبوا هالبواخر تتجه إلى موانئ أخرى لابد من حاجتين. الحاجة الأولى هو التعريف بهذه المناطق للتوريزم دو كروزيير، لأن تعرف التوريزم دو كروزيير سي لو توريزم اون جورني، يزم في اليوم هذاك يزمك تملي له اليوم نتاعو ببرنامج يزم يكون معناه ثري ويكون متنوع ويكون تريز التيران. هذه الحاجة. ثانيا البنية الأساسية هامة جدا في الميناء، أنا نقول لك اليوم نستقطبوا في معناه بواخر فيها 330 متر الطول نتاعهم و 4500، هذا ربما البواخر ما ينجموش يمشيوا الى موانئ اخرى خارج مدينه تونس، وبالتالي يعني اذا كان يحبوا يمشيوا يعني لابد من تطوير بارك الله فيك، يعني يلزم تطوير البنيه الاساسيه لهذه الموانئ حتى تصبح تستقطب هذه البواخر بكل شيء. ولكن هو معناه نجم نقولوا تقريبا 99% من حجم الانشطه نتاع توريزم دو كروزيير هو موجوده في تونس العاصمه، ويمكن 0.5% في بعض الموانئ كما قلت كان معناها اتيتر دو تيس يعني بصفه معناها ماهيش بصفه معناها مسترسله، هي معناها بصفه استثنائيه يعملوا شويه في سوسه والا في جابس. ان شاء الله نتمنوا انه علاش لا، لانه الجنوب التونسي هو جنوب جميل جدا، وعندنا حتى ميناء جرجيس يعني كذلك يعني يشوفوا شويه حتى الجنوب التونسي والصحراء التونسية، ولكن هذا يظل مع مرور الأيام وقت اللي ميناء تونس يصبح ساتوري، لأنه احنا ما خلطناش الساتوراسيون وقتها ربما يعني نوجه شوية إلى مازال يستقطب هذا كل شيء ما تمش استغلالها يعني 100% 100%. هو ربما في علاقتنا ربما في حديثنا على سياحة العبور ودورها في تنشيط الحركية الاقتصادية، نتسائل زيد علاش ما فماش في المقابل المواطن التونسي ما يكونلوش هو زيد مؤسسات أو شركات تعمل على تطوير سياحة العبور من تونس إلى بلدان أخرى، إما في الحوض حوض البحر الأبيض المتوسط أو بلدان أخرى مجاورة، علاش ديما سياحة العبور نلقاوها من بلدان أخرى إلى تونس وليس في الاتجاه يعني المعاكس؟ علاش مش شركات اليوم احنا نبحثوا على التشغيل وعلى الاستثمار، علاش ما تتخلق شركات في تونس تعمل على
يعني تعمل في قطاع سياحة العبور، ولكن انطلاقا من تونس تشغل يد عاملة تونسية، تستعمل بواخر تونسية. ما نعرفش احنا هل البواخر متاعنا يعني كافية للغرض، هل بالإمكان اقتناء بواخر لنفس هذا الغرض، تكون تجلب بها زيادة سياح من بلدان أخرين، وتكون تونس هي بلد الانطلاق وليس بلد عبور. يعني احنا والله هو الى حد الان هو بكل اللي قاعدين ينظموا في النوع من السياحه وبكل بواخر اجنبيه وشركات عملاقه معروفه، يعني شركات اكثر يتجلها شركات ايطاليه، فما حتى شركات المانيه، فما شركات اسبانيه اللي هي قاعده تبرمج على تونس. والى حد الان هو الكروازير تنطلق منين؟ عاده يا اما من اسبانيا، من مدينه اسبانيه ميناء، او من ميناء ايطالي، وتبقى أسبوع كامل، يعني يدور تقريبا موانئ البحر الأبيض المتوسط. وتونس هي محطة، آخر محطة أو محطة، لا مش آخر محطة، هي وسط المسار، هي محطة من بين هذه المحطات، لأنه الانطلاق نفرض مثلا من ميناء جنوة والوصول إلى ميناء جنوة، إذا السائح اللي حاب يمشي يزم يمشي مكان الانطلاق حتى يخلط إلى الوصول. هذا ربما كانت عائق في السابق أنه التونسي ما يمشيش، معناه ما فماش من تونس. ثم ثانيا لأنه الشركات هذه كانت ريتيسانت، معناه في وقت من الأوقات قل لك أنا يا أخي يزم اللي يحب يجي يزم يمشي دائما من ميناء الانطلاق. هذا على أساس هذا أنه فما التونسيين، هذا المنتوج يقع تسويقه في تونس أخيرا، ولكن التونسي اللي حب يمشي يلزم يمشي يتنقل بالطائرة إلى ميناء الانطلاق، فهمت؟ وحتى لين يوصل ومن بعد ما يكمل الرحله نتاعه ويعاود يرجع. اذا معنا عندنا وكالات اسفار اللي تعمل ان باكيتش فرفي كامل بما فيه الطائره ذهابا وايابا مع جوله الى ميناء الانطلاق. نعم، ميناء الانطلاق مع جوله طبعا مع اسبوع كامل في البحر الابيض. لكن السنه هذه في 2012 بدات بصفه استثنائيه، فما شوي انفتاح لهذه الشركات، وبدانا تقريبا عندنا 3 شهور 4 شهور هناك وكاله اسفار اللي بدات التجربه نتاعها، ويقع لومباركمون نتاع التوانسه مباشره من ميناء انطلاق ميناء حلق الواد، يبداو من فم ويرجعوا كيف كيف. الجنسيات هذوما وقت اللي تم الانطلاق من ميناء حلق الواد، هل نجحنا يعني في الحصول على جميع الجنسيات او جنسيات مختلفه على الاقل؟ اكثرهم هم تونسيين، تونسيين. هو لانه يعني هذا المنتوج على مثل نعم هذا المنتوج، هذا المنتوج موجه الى التونسي بصفه عام، بصفه خاصه بصفة خاصة، لأنه هما تو الجنسيات الأخرى اللي يجي هي جنسيات إيطالية بالأساس، جنسيات إسبانية، لأنه علاش مفهوم؟ لأنه الانطلاق دائما يقع من موانئ إسبانية أو من موانئ إيطالية. عندنا كذلك ألمان، عندنا أمريكان، وعندنا فرنسيين. الانطلاق من ميناء حلق الواد هو موجه للتونسيين، ومع الدعاية اللي قايمة بها الوكالة أصفار هذه، ومع التعريفة التفاضلية، يعني في الحقيقة يقول أنه فما إقبال باهي من التوانسة من حلق الواد ذهابا نحو ورجوعا إلى دائما حلق الواد. لسيما وأنه التونسي تشكى ياسر من ضعف الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة يعني في اللورو، يعني في بلدان أوروبا اللي ما تخولوش أنه يقوم يعني برحلات دائمة في إطار سياحة الإقامة في البلدان الأوروبية، نظرا للغلاية متاع النزول غاديكا وللمصاريف متاع الإقامة بصفة عامة خلال أسبوع. ربما تكون يعني الحل في سياحة العبور لتمكين المواطن التونسي من اكتشاف أكبر عدد ممكن من البلدان الأوروبية وبأقل التكاليف، مع الاستمتاع بتبيعة بالعديد يعني من رحلات في رحلة واحدة. أكيد أكيد، ولا وخاصة أنه هذا معنا منتوج جديد على التونسي، مش موجود في التقليد التونسي. الشركة التونسية هي اللي تقوم به، احنا شركات اجنبيه باش تحصل الفايده. يعني هي التو اللي يقوموا بها هي وكاله اسفار تونسيه، ولكن الشركات اللي تعمل تفسير هذا البواخر هي بكل شركات اجنبيه. احنا عندنا شركه هي فقط السيتيان، هي شركه تونسيه منشأة عمومية اللي هي في الحقيقه مازالت ما دخلتش في الميدان هذا، مازالت تخدم على المواطنين بالخارج والتوليت. ان شاء الله ان شاء الله ان ربما مع التنيت الجديد اللي تخلى ذايا يكون عندها معناها البواخر الكافيه، وان شاء الله في الفتره هي، لانه شنو هالكروازيه هي في فتره معناها تقلص النشاط، ممكن للسيتيان هذه الشركه التونسيه للملاحه ان ربما توجه
هالبواخر نتاعها الى سياحه الكروازير بالنسبه للتونسيين. واحنا في تونس ما عندناش كان التوانسة، عندنا حتى الاجانب اللي هما مقيمين في تونس ممكن معناها سليزان تيريس ومن المساعدات الصحه من ليبيا من الجزائر ممكن حتى من المغرب يولي ويجيوا يسافروا على الطائرات ويجيوا من هنا وتعمل يعني على التسويق هذا مثل هذا ان شاء الله. معناها الشركه التونسيه للملاحه تفكر وربما خاصه ما دخلت الباخره الجديده هذه ان ربما تستقطب التونسيين ومعناها جاليات اخرى لحتى تنظم هالعمليه هذه وتطور العمليه هذه ان شاء الله. وعلى ذكر هو بخير التانيت احنا قرينا في بعض المقالات وحتى عديناها يعني في اطار برنامج الحوار الاقتصادي مقالات تتحدث على ليزوتوغوت ماريتيم او الطرق السياره البحريه. مع اقتناء بخير التانيت وليت عنا خطوط دائمه كما نتحدثوا على خطوط جويه دائمه يعني خط جوي يامن رحله معينه، نتحدث كذلك على خط بحري من بلاد معينه الى ميناء وفما هنا في تونس ميناء حلق الويد وميناء رادس اللي هما يستجيبوا للشروط العامه لهذه الخطوط السريعه او الطرق السريعه البحريه. هل هذا المصطلح ليزوتوغوت ماريتيم او الطرق السريعه البحريه ينجم يعاضد او يدعم منتوج سياحه العبور او يامن لنا يعني عائدات كبيره من سياحه العبور على بطبيعه بفعل الدوريه في هذه الرحلات وفي ضمان الدوريه في هذه الرحلات؟ احنا بالنسبه للنشاط هذا الى حد الان كما قلت لك يعني النشاط حتى ليزوتوروت ماريتيم هذوما معنا مؤمنين خاصه من طرف الشركات الاجنبيه. احنا نحبوا الشركات التونسيه وهي شركه واحده ماذا بين لو كانت تدخل هي على الخط وتستعمل هذه الطرق البحريه. اول حاجه للمردوديه نتاعها هي، ثانيا لتطوير السياحه. شنو تطوير؟ لان حنا تو حاليا فاش نعملوا؟ نعملوا اللي سكونابيل ان بو دو لاوت جوينغ، يعني التونسي يخرج لبرا، يعني قاعد يصرف في العمله الصعبه يخرجها لبرا. احنا ماذا بينا لو كان نوليو الاجانب نجيبوهم عن طريق البواخر معناها السياحيه التونسيه يوليو يجيو الى تونس يولي وكيك تولي العمله الصعبه داخله الى تونس. يعني هي في الحقيقه ثقافه ما زالت ماهيش موجوده معناها في المجتمع التونسي. لو توريزم دو كروازير سي اون كولتور ما زالت ما دخلتش، ان شاء الله بشويه بشويه تدخل معناها سواء كانت معناها على مستوى التونسي كمستهلك ولا حتى على مستوى اهل المهنه، لانه تو نشوفوا ما عندناش برشا اهل المهنه اللي هم قاعدين يعتنيوا معنا بالمنتوج هذا. ترقوا للتكوين يعني. عندنا بعض معنا وكاله اصفار اللي لا هي بها هي، ولكن عندنا من خلال قناتكم انتم قناه الحوار هذه نوجه دعوه الى اهل المهنه حتى يعتنيوا اكثر فاكثر بهذا المجال لانه هو مجال واسع. اذا يطلب تكوين علاش ليه يعني ما نخصلوش التكوين اللازم للكفاءات نتاعنا؟ احنا التكوين اذا كان الضروره تقتضي احنا عن تعرف معناها في وزاره السياحه ديوان السياحه عندنا مدارس تكوين نجموا نكونوا الناس كما ذا ما عندنا حتى اي مشكله. عندنا ميزانيه مخصصه في ديوان السياحه لسياحه العبور اللي سميت انت بور لو توريزم دو كروزيير، ونعيطوا حتى لاهل المهنه نشاركوا معنا باش نزيدوا نطوروها كما هذا بشويه بشويه وان شاء الله فهمت حتى لين تصبح اليوم. علاش ما نقولش ان عندنا مجال احنا باش نستقطبوا اكثر من 800 الف سائح اليوم، احنا نجموا نستقطبوا حتى الملايين. هو مجال غير مكلف، هو البحر يعني ما دام الموارد موجوده يعني ما تطلبش ربما هيكله اكثر، هو البورت موجود ومهيئ ما تطلبش تهيئه اضافيه ما تطلبش مصاريف اضافيه، هو البحر موجود واسع وعريض والارصفه واسعه تبارك الله كما كنت تقول لنا. لو هذا كان وصلنا الساتوراسيون عندنا موانئ اخرى نستقبل هذه البواخ. عندنا بنزرت الدوبا موجود ساعة ساعة فما بواخر تمشي لبنزرت بنزرت لتونس شنو هو معناها تقريبا 20 نفس الرحلة يعني ما تطلبش نفس أكثر البرنامج وقت. ونحاول أن نطوره شوية كذلك ربما لسيركوي كولتورال لأنه خاصة في تونس العاصمة، لأن هي تونس العاصمة فيها كل شيء، لكن تمشي في مدن أخرى اللي فيها موانا ما تلقاش ربما أن سيركوي يكون تريز انتريسون، لأنه السائح اللي باش يجي كما قلت كان ما يجيش باش يبحث على المدينة، يحب يبحث على التاريخ على أصول هذه المدينة. خاطر مش باش يقوم هذا فيها هو. على الأقل يكون ملم بها. لازم يكون معناها برنامج يكون ثري ويتعدى وبحول الله معناها عندنا احنا البنية الأساسية موجودة. التاريخ بتاع تونس بركة 3000 سنة من الحضارة موجود، التونسي معروف بالاستضافة متاعه برحابة الصدر موجود، الصناعة التقليدية متاعنا متنوعة ويلقى معناها التسوق في كل معناها المجالات موجودة، إذا ماذا يبقى لنا؟
يبقى فقط الدعاية والترويج وديوان السياحة، ما ينجمش يخدم العمل هذا هو وحده. هذا علاش نحب نجي معنا نقول لك نقطة أخرى خليتها معنا في المجال هذا معنا إكسبري، لأنه في القرارات متاع الحكومة المجلس الوزاري اللي تعمل قلت لك أنا قرروا تخفيض التسعيرات هذه، ولكن صدق قرار هام جدا عملوه هي لجنة وطنية تضم وزارة السياحة وزارة النقل وأهل المهنة وكل متدخلين في قطاع توريزم دو كروازير، وهذه اللجنة تعنى بدراسة كل الإشكاليات التي تتعرض إليها سياحة الكروازير، تتعرض بمجالات الترويج والتسويق لهذا معناها المنتوج في الخارج، فهمت، وتتعرض يعني إلى كل الحلول التي يمكن أن معناها نتخذوها، وخاصة إيجاد الميزانية الخاصة والميزانية الترويج حتى معاش نستنوهم هم يجينا نحبوا احنا اليوم احنا نمشيولهم نسخهم. وفي هذا المجال احنا في سنة 2012 عملنا برنامج ترويجي كامل. هذا البرنامج فيه عملنا معناها هو المشاركة في معارض خاصة بالتوريزم دو كروازير، مشينا لجنة كاملة إلى مدينة ألمانيا في هومبور سيتريد يسميوه ميتراني، وهو معرض خاص بالسياحة الكروازير. عملنا كذلك معنا المؤتمر متاع ميت كروز، عملناه في 1 و2 و3 جوان في تونس لأول مرة يجيوا الشركات هذا في الضاحية الشمالية لمدة 3 أيام وشافوا معنا، وإن شاء الله عنا في نوفمبر باش نشاركوا كذلك في سيتريد معنا هذا المعرض للتوريزم دو كروازير يقع في مرسيليا، باش نمشيو معناها كتونس ماناش نمشيو كمهنيين وحدنا ولا كإدارة. في سنة 2013 عندنا كذلك برنامج ترويجي نفس الشيء. البرنامج هذا إذا كان باش ننجزوه يلزم ننجزوه على أساس ميزانية، الميزانية هذه هي مرصودة ومن الدعوة معناها بالأهل المهنة باش يعاضوا مجهود الحكومة، ما كي نقول الحكومة يعني الوزارتين وزارة النقل وزارة السياحة، ويكونوا حاضرين معنا لأن نمشيو ليد في ليد مع بعضنا بحول لا، لأن المجال مازال شاسع وشاسع جدا. الحكومة يرى حتى مهني القطاع ويشوف يعني بصفة عن كثب يعني شكون اللي بشي أمنوا له الخدمة هذية. احنا سي محمد مذبينا انه السائح اللي باش يجي في اطار سياحه العبور باش ما تكونش بمعزل على سياحه الاقامه، نعملوا له زيد مجهود اضافي لترغيبه بالرجوع الى تونس، مش بالضروره يعني تونس العاصمه ولكن لتونس بصفه عامه كبلد يعني ثري من الشمال للجنوب في اطار سياحه الاقامه. شو المجهود اللي موكول ربما المهنيين سياحه العبور ل جلب السائح اللي يجي في إطار هذا النوع من السياحة لجلبه نحو سياحة الإقامة اللي هي ربما تكون عائداتها أكثر حتى من سياحة العبور، ولتحريك بتبيع القطاعين في نفس الوقت وهو قطاع سياحة العبور وقطاع سياحة الإقامة؟ هو الحقيقة احنا المجهود في الترويج في سياحة العبور مازال منقوص، لازم نقولوا الكلام معناه في واقع، ما نجموش نقولوا كونه اليوم خلطنا معناها للهدف متاعنا، احنا الهدف متاعنا مازال، احنا الهدف متاعنا نحبوا نهار ان شاء الله نهار من النهارات ان هالناس اللي يجيوا في البابور ماذا بينا راهو يباتوا حتى في الوتله، يوصلوا يباتوا في الوتله، وما غدوه كانش يعاودوا يرجعوا للبابور ويكملوا السفريه نتاعهم، ان شاء الله نوصلوا انه نعم تصور خاطر البابور يعني في فتره فيها 3000 بعد 3000 يعديوا لك أقل شيء الشطر نتاعهم يعديوا إقامة في أحد النزول سواء كان في حمامات يا حبذا هذا الهدف نتاعهم. يوليو يخدموا النزول الكل يعني هذا هو النزول الكل. والحاجة الثانية احنا المنتوج تو نحاولوا نطوروه، أن نحب نوريهم شوية المنتوج الفندقي نتاعنا، أنه السائح كي يجي مش نزوه فقط إلى المدينة كذا ويشوف ويرجع، لا اليوم عندنا برنامج آخر في تنويع المسلك السياحي نتاعو وأن نهزوهم إلى المنطقة السياحية ويفطروا داخل النزول ويعدي فرصة أنهم يكتشفوا ويشوفوا يعني حتى إن دومي جورني على شاطئ البحر باش يشوفوا كذلك حتى اللي الفنادق متاعنا راي فنادق فخمة وراي مؤهلة باش تستقطبهم، لأنهم مذوما ناس طبقة راقية شوي، لأنهم ناس عندهم أن بوفوار داشا كي تري امبورطون وعندهم مشاغل ربما يصرفوا ربما شوية في الفنادق متاعنا والكل، يعني هو التوجه متاعنا هذا ماشي، ولكن هذا كما قلت لكم نجم يكون يمشي إلا بالوقت ومعناها استراتيجية ترويجية لازم تكون بيان سيبلي وبتشريك تشريك أهل المهنة اللي راهو اليوم راهو لا بروموسيون اي لو ماركتينغ راهو ما عادش الدولة، راه أهل المهنة هما لازم يكون لأنه فينا الماء لأنهم هما فينا الماء باش يجي لهم هما السائح اليوم هما
باش يجي صحيح الى تونس ولكن باش يقيم في الفندق نتاعو، اذا هو باش يكون مستفيد مباشر من هالخطه الترويجيه اللي يكون موجود. واحنا الحقيقه ما نحب نقوله ماهوش يرمن للورود ابدا، وانما في الظرف هذا نتاع 2011 الحقيقه ورات اللي فما تضامن واتحاد بين اهل المهنه والاداره هذه، ورانا احنا اليوم ما نجموش نقولوا ان ربما انا ديباسي لو معنى لوبستاكل نتاع 2011، مازلنا ولكن هذا الدعوة، لانه دائما نقعدوا متحدين مع بعضنا ولازم يكون تشريك كافه الاطراف المتدخل في هذا المجال، وبحول الله وقت نجموا معنا اون بو ريلوفي لو ديفي ونخلطوا الى الارقام. وهذا كل سي محمد لا فقط يعني لتجاوز صعوبات اللي يمر بها القطاع توا، ولكن لتجاوز صعوبات هيكليه تتمثل في هشاشه القطاع. احنا توا نحبوا ندعموا سياحه العبور ونحبوا كذلك ندعموا سياحه الاقامه، لنتحدث يعني مستقبلا على قطاع سياحي صلب وليس قطاع سياحي هش، يعني يتحركوا أو دعزعوا أقل يعني الظروف الاستثنائية أو أقل الأزمات أو أقل يعني الظروف الطارئة اللي قد تطرأ على البلاد تقوم يعني تمس مباشرة بالقطاع السياحي. نحبوه قطاع صلب يقف أمام الأزمات، يعني حتى لو كان جي أزمة يواصل القطاع السياحي الصمود، يعني إن كان قطاع سياحة العبور أو قطاع سياحة الإقامة. ولكن هنا شنو المهنيين، شنو رأيهم المهنيين وخاصة منهم مهنيين قطاع سياحة الإقامة في هذا النوع جديد من السياحة اللي هو سياحة العبور؟ هل تقبلوه يعني كما قلت أنت قبيلة معاضد لسياحة الإقامة أم كمنافس اللي يقلقهم ربما في نشاطهم؟ هو تو إلى حد لين سياحة الكروزير مازالت ما عندهاش تأثير مباشر على أصحاب الفنادق باعتبار أنه مهذومة كما قلت لك أن السواح عندهم تأثير مباشر على المحيط الخارجي، وهذا شيء يهمنا لأنه يهمنا علاش نحبه فما يكون فما هناك تكامل في مردودية السياحة. ما نحبوش احنا مردودية السياحة تكون فقط على الفنادق والمؤسسة الفندقية، يلزم المحيط الخارجي كذلك يلزم يستنفع من مردودية هذا القطاع باش تكون هكاك يكون قطاع معناها تكون متكامل، ما يفماش مقاش عدم توازن بين فنادق ملآنة وتسخر بالسواح وبين فضاء خارجي اللي معناه الناس ربما هم مش قاعدين يستنفعوا منه وغير متفعين بيكون. إذا احنا نجم نقول سياحة الإقامة مع سياحة الكروزير يكون منتوج متكامل ويكون الخيارات متاعه، لأنه اليوم التونسي حاب يقول لك أعطيني أنا الخيارات متاع السياحة هذه وين هي؟ كي يمشي هذا كي يشري بزربية من فم حب يرى في فم مباشرة مش كان في البنك المركزي هذا هو يعني من خلال هذا هو العملة الصعبة معناها الحركية كي تمشي انت تلقاها مطعم اليوم هذوما التوريزم الكروزية ما يمشيوش كالمطعم السياحية اليوم عندهم سكون أبال معناها دي برومناد ليبر يمشي للفاست فود يمشي للعطار يمشي كذا، يعني مردودية كبيرة ياسر تمشي معناها مع سياحة الإقامة الفندقية وسياحة البواخر هذية إن شاء الله نجم نقولوا أنه نبنيه سياحة صلبة ونخرج من هشاشة القطاع. شنو هي السياحة الصلبة؟ السياحة الصلبة هي لما أنك أنت تربط السائح بتاريخ البلاد مش يجي على وضع البلاد. أيوة يعني هذا هو الغدوة كان عايشنا إذا كان يجيو أنا عنا متحف باردو اللي إن شاء الله بحوله بش يكون من أحسن المتاحف في البحر الأبيض المتوسط، هذاك وقت يجي يشوفوا السائح وانا ويثبت كيما ذاك تقدم قالوا صورة عالقة حتى يقول لك أنا ما تمتعتش بيها بالكدا يولي يخمم ما يرجع مرة أخرى سياحة الإقامة اللي تونا رجعونا باش يكتشفوا على قاعدة ويزيد يشوف كارتاج، لأن تونا كارتاج هي كبيرة مدينة كبيرة جدا فيها تقريبا 10 معناها معالم تاريخية إلى جانب المتحف، والسائح وقت اللي باش يجي باللي باش يشوف موقع أو موقعين يعني تعطيه ربما الرغبة باش يعاود يرجع ويشوف كيما هذا. إذا هذا هو نحبوه منتوج سياحي يكون متكامل يشمل كامل المجتمع التونسي ويمس كذلك الحركة الاقتصادية والتجارية باش التونسي واللي يعرف كيفاش يتعامل. والحاجة الباهية تو أنه ثم نحكي على مدينة تونس، مدينة تونس اليوم أصبح بالنسبة اليوم هما معناها التوريزم دو كروزير ولا معناها شيء عادي اليوم تبارك الله تشوفهم التجار في المدينة تشوفوا يتقن اللغة الألمانية يكلم السائح حتى بلغته هو فهمتي كيف وعلاش لأنه دائما التصاق به هو هذاك الكل حتى اجتماعيا هو عامل يعني مؤشرات يعني التلاقح الحضارات والتسامح
وقبول الآخر والتأقلم يعني مع عادات الآخرين. وقت اللي راهو التونسي اليوم منفتح على لغات العالم وحاجة إيجابية. ربينا ما نلقاوش كاين المهنيين في الأسواق يتقنوا اللغات، ولكن كذلك حتى الشخص العادي اللي قد يعترض سائح حتى باش يسألوا معناها ثنية منين ولا كيف ينجم حتى يجاوبوا. هذا هو هذا هو الحمد لله. احنا توا معنا نحبوا حتى الناس هذوما حتى دعوا من خلال القناة نتاعكم انتوما الى الناس هذوما الموجودين، حتى مثلا ما خاطرنا مع كم الاسف بعد ساعات راهو فما شويه تصرفات الحقيقه ما تليقش، هي نقولوا حالات استثنائيه حتى من عند حالات عامه هو. ان شاء الله معناه نقولوا نحسنوا اكثر معناه التصرف مع الناس كيما هذوما، لانهم ناس حساسيين. علاش؟ لانه اول مره يجيك الى بلادك، اذا كان يلقى اللقاء الباهي والاستقبال يقرب الشعاوي دارش. اما اذا كان اول مره نصدموه بحاجه ماشي باهيه يروح معناه ربما انطباعات سلبيه على البلاد، وربما ما يشجعوش انه يعاود يرجع. اذا الاستقبال اول شيء هذاك معناه يلزم يكون ردوا بالنا والكل. وحنا الحقيقه معناها الامن مستتب في المدينه بفضل معناها الامن السياحي المتواجد والحمد لله. ونحب نقول لك اللي سنه 2011 رغم لك الانفلاتات الامنيه اللي صارت وكل شيء، وهوك شفت انت معناها كما كنت نقول لك عنا معناها في 2011 تقريبا 313 ألف اللي جاوا لتونس، ورغم ذلك لم نسجل أي حالة معناها تسائح غير راضي تسائح اللي هي معناها وقع الاعتداء عليه أو معناها تسرق أو أي شيء. معناها تعديت أمور باش يوري كذلك اللي هو فما مستوى نضج عند التونسي، لأنه شاف أنه هذاك هو مورد رزقه، السائح هو رأس مورد خبزته، إذا يحسن التعامل نتاعه. ولكن رغم ذلك نحبوا دائما نطلب المزيد الأفضل، لأنه السائح هذاك باش يولي معناها لا بوبليسيتي دو بوش اوري، وهذاك الكل ربما بالاسلوب هذايا نجم نخلطه ان شاء الله في سنه 2013 الى رقم 900,000 اللي كنت اعلنت عليه. وفي 2014 وقت اللي نتكلموا على مليون ساعه ان شاء الله بحول الله، ان شاء الله نخلطه حتى الى استغلال كلي لطاقه استيعاب ميناء حلق الويد مع التفكير. ربما نسمعوك نهار اخر سي محمد تعلننا على بدايه التفكير في تاهيل موانئ اخرى لاستقبال هؤلاء سياح، اما في اطار سياحه العبور او سياحه الاقامه. بارك الله فيك سي محمد جربي المندوب الجهوي للسياحه بتونس الكبرى على قبولك الدعوه وعلى حضورك معنا لتبسيط هذا المفهوم الجديد واللي هو سياحه العبور، حاجه جديده على المواطن التونسي، ولكن حاجه يتعطش انه باش يعرفها ولكن كذلك باش يستعملها كمنتوج هو زاده اللي هو مباشره مش كمنتوج يوصل لتونس نشوفوه وما نستغلوهوش. ان شاء الله تكون حصلت فايدة في إطار حصة اليوم حول سياحة العبور. بارك الله فيك مرة أخرى سي محمد على قبولك الدعوة، وشكرا كذلك لمشاهدينا على حسن المتابعة والاهتمام. إلى لقاء اقتصادي آخر.